بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء الثاني من محاضرة رقم 8 اللي بتحدث عن شابتر 30 اللي هي مصادر المجال المغناطيسي، وبينا أنه المصدر الرئيسي المسؤول عن المجال المغناطيسي حاليا هو عبارة عن التيار الكهربائي أو الشحنة المتحركة. نأتي إلى أقوى قانون في المغناطيسية، أو يعتبر أقوى قانون في المغناطيسية لحد الآن، اللي هو كيف نقدر نوجد المجال المغناطيسي من تيار أو السلك يسري به التيار. فعندنا نأخذ مثل هذا السلك بسبي تيار I، فإذا نحط البوصلة راح البوصلة تتجه بهذا الشكل لكل واحدة من الجهات. وبينا أنه إذا كان إنفنت كان في عندنا B تساوي ميو نوت مضروبة في I على 2 باي R. إذا بنضرب ضرب تبادلي فبطلع معانا B في 2 باي R تساوي ميو نوت في I. ومثل ما بتلاحظوا هنا عند كل نقطة من نقاط على هاي الدائرة اللي هنا اللي هي البوصلة ونفس البعد R، كانت قيمة المجال المغناطيسي هي ميو نوت I على 2 باي R. فكأنه هاي الدائرة اللي هي طولها 2 باي R يساوي ميو نوت في I، فكأنه B في الطول وكونه B فيكتور، إذا B دوت S هي عبارة عن ميو نوت في I. وممكن يكون S تتغير، فبالتالي القانون تكامل المغلق على B دوت DS يساوي ميو نوت في I. وكحالة خاصة إذا كان السلك لا نهائي الطول، من هنا بقول هذه السلك لا نهائي الطول، بدي أدور على شكل بحيث يكون المجال له نفسه وهذا الشكل يكون له طول. ففيش عندنا غير أنه يكون في عندنا دائرة، فعلى أي بعد هنا مثل R أو البعد هنا R أو أي بعد بهذا الاتجاه اللي هو بالأخير دائرة، راح يكون في عندنا ليه نفس قيمة المجال. فبقدر أطلع بيه للخارج، واتجاه بيه لاحظوا في هذا السلك اللي بيصير بيه تيار I بحط الإبهام مع اتجاه التيار. فعند هذه النقطة مثلا بكون المجال جاي للداخل، في الجهة الثانية هنا المجال بكون للخارج للداخل بحط ستار. إذا بدنا نشوف طبعا هاي الدائرة جاي في المستوى يعني للداخل، فإذا بنيجي بناخذ اتجاه دي اس فهي أيضا للداخل، فبالتالي الزاوية ما بيناتهم صفر، فبي دوت دي اس اللي هي بي في دي اس. لكن كونه بي ثابت عند كل النقاط فبضل عندنا تكامل على دي اس على هذا الطول يساوي ميو نوت في اي، ولكن طول هذا المسار كلياته عبارة عن 2 باي ار يساوي ميو نوت في اي. ومنها بنحصل على النتيجة اللي أخذت منا جهد تخلصناها، فبطلع معانا بي عبارة عن ميو نوت في اي على 2 باي ار مثل ما تعلم. ناخذ مثال، نفرض انه في عندنا السلك، السلك بيكون على شكل اسطوانة، يعني ناخذ السلك بهذا الشكل ويسري به تيار، فنفرض انه هذا اتجاه التيار، وطبعا هذا السلك لا نهاية الطول والتيار يونيفورم مثل الشحنة، الشحنة يونيفورم والتيار من الشحنة. فإذا كانت الشحنة مثلا يونيفورم ممكن يكون التيار يونيفورم. وخلينا نفرض أنه هذه لها نصف قطر كابيتال R، والسؤال أن نوجد المجال المغناطيسي عند نقطة في الخارج مثل P1 ونقطة في الداخل عند نقطة مثل P2. فإذا بدي أوجد المجال عند النقطة P1 at P1 بدي أختار مسار بحيث أنه المجال المغناطيسي هو نفسه. لاحظوا أنه هذا المسار حتى يكون مجال المغناطيسي نفسه هو عبارة عن دائرة، فهذه الدائرة مثلا نصف قطرها small r. قيمة المجال عند كل نقطة من نقاط الدائرة نفسها، فنقدر نستخدم قانون أمبير تكامل مغلق على مسار لبي دوت دي ال أو دي اس يساوي ميو نوت
في اي، طبعا هاي اي اللي هي مثل قانون كولو، مثل قانون جاوس اذا تتذكروا، اي انكلوزد، يعني في قانون جاوس كان التكامل المغلق على اي دوت دي اي يساوي مقدار الشحنة الداخلية، وهنا مقدار التيار الداخلي، مقدار الشحنة الداخلية على ابسلون نوت، هنا عندنا مقدار التيار الداخل هذه الحلقة أو المسار اللي احنا نختاره مضروبة في ميون وات. كونه بي ثابت عند نقطة، كل نقطة من النقاط إذا بقدر أطلع بي، واتجاه البي هو نفس اتجاه الدي اس، فبالتالي الزاوية بيناتها من الصفر، وطول المسار هذه اللي هو عبارة عن 2 باي آر يساوي ميون وات قيمة التيار الموجود داخل هذه الحلقة، هو التيار الكلي اللي اسمه I، إذن مضروبة في I، فبطلع عندنا B تساوي ميو نوت في I على 2 باي R. لكن لما نيجي عند النقطة P2 at P2 نفس الشيء بدنا نستخدم هذا القانون. عندنا بي عند كل، بدنا نختار اول شيء مسار، اسف، فخلينا نختار هذا المسار اللي هو مسار دائري، اللي هي عند كل نقطه من النقاط له نفس قيمه المجال، وخلينا نفرض انه هذه لها نفس القطر السمول ار، فبصير عندنا بي في طول المسار اللي هو 2 باي ار يساوي ميو نوت في اي انكلوزد. وين اي انكلوزد؟ اي بدي اشوف قيمه التيار اللي بمر هنا خلال هذه الحلقة، قديش قيمة التيار، هذا الـ I enclosed. كونه منتظم، فالشيء اللي الوحيد اللي مثل ما نقول، لما نقول كثافة منتظمة، كان يكون في عندنا Q تساوي رو في V الفوليوم، هنا نفس الشيء في عندنا I يساوي J مضروبة في A، عندنا J هذه اللي هي constant، لأنه بقول لنا إنه uniform constant، فبالتالي J بغض النظر هي I على A. فإذا بدنا نأخذ كل التيار I اللي بمر في هذه الحلقة كاملة، بمر بها كل تيار I، فبطلع عندنا I على pi R سكوير، كابتل R سكوير. ونفس الشيء كونه هذا الجي ثابت اللي هو يونيفورم، بقدر أقول إنه هنا برضو جي ثابت في خلال هذه الحلقة الصغيرة اللي هي بمر بها I enclosed على المساحة اللي هي باي سمول R سكوير، فباي بتروح مع باي، فبطلع عندنا I enclosed يساوي R سكوير سمول R سكوير على كابتل R سكوير مضروبة في I. نرجع نعوضها هنا، فبطلع عندنا B، خلينا نأخذ واحدة ثانية، كان عندنا B في 2 pi R يساوي ميو نوت في I enclosed، ولقينا انه I enclosed هي عبارة عن small R سكوير على capital R سكوير مضروبة في I، فبطلع عندنا B في 2 pi R يساوي ميو نوت في I enclosed، و I enclosed نعوض محلها small R سكوير على capital R سكوير في I، فواحدة من الـ R's بتروح هيك، فبصير في عندنا I يساوي ميو نوت على 2 pi capital R سكوير في I في small R. هذه آسف، هذا B في الداخل، هنقول سمي N، وكان بي في الخارج إذا بتتذكروا ميو نوت في I على 2 باي كابيتال R، آسف سمول R. لاحظوا إذا برسم العلاقة ما بين المجال وما بين المسافة من مركز أو من الأكسس تاع السلك، وعندنا عند في مكان معين عندنا كابيتال R في الداخل يتناسب مع R، يعني تناسب طردي، لما نصل عند كابيتال R بصير في عندنا هذه القيمة، نعوض كابيتال R في هذه العلاقة، طلع عندنا ميو نوت في I على 2 باي في كابيتال R. إذا بعوض هنا بطلع معانا
عند كابيتال ار بيطلع معنا نفس القيمة إذا ببدأ فيها، لكن نتناسب مع واحد على ار. إذا هنا التناسب مع واحد على ار. لاحظوا أنه بجميع هاي الأشكال اللي حد الآن شفناها المجال المغناطيسي يتغير مع البعد. لاحظوا هنا داخليا يتغير مع لينير مع ار، هنا عكسيا مع ار. فكل ما تغيرت المسافة يتغير المجال المغناطيسي. إذا بتتذكروا في تشابتر السابق لقينا تطبيقات هائلة إذا كان عندنا المجال المغناطيسي ثابت يونيفورم، ولقينا تطبيقات هائلة في الكهرباء لما كان المجال الكهربائي ثابت. كنا نقدر نلاقي أن الشحنة تتحرك في مجال كهربائي ثابت، القوة ثابتة، معناها التسارع ثابت، معناها نستطيع تطبيق قوانين الحركة. هنا نفس الشيء، ندور على شغلة على شكل معين بحيث أن يولد لنا مجال مغناطيسي ثابت. لاحظوا السلك لا يولد مجال مغناطيسي ثابت. في حالة الكهرباء كان الصفيحتين بولد المجال كهربائي ثابت وسميناه مكثف. هنا بدنا ندور على شغلة جديدة بحيث نحاول نحصل على مجال مغناطيسي ثابت. خلينا نأخذ كمثال السولينويد. السولينويد هو الملف، الملف بس ملفوف عليه بأسلاك بهذا الشكل، يعني مثل هيك. لو جبت أي شكل مثل طبشورة مثل قلم عندك ولفيت حوله سلاك بهذا الشكل، هذا بنسميه سولينويد. هذا السولينويد بقدر أمرر السلك، بقدر أمرر به تيار كهربائي. فمثلا لو فرضنا أنه اتجاه التيار هنا بهذا الشكل، يعني كأنه في هذه الجهة. طبعا خلينا نأخذ مثل هذا المثال يجوز يكون أوضح. في عندنا التيار اللي قاعد بمر بهذا الشكل، هذا التيار. فبكون في هذه الجهة داخل يعني المقطع العرضي له كروس التيار، هنا كروس هنا كروس في هذه الجهة جميعا. ومن الجهة الثانية التيار قاعد بخرج، فبالغالب نحط له مثل دائرة وجويتها نقطة، هاي قيم التيار. وإذا كان السولينويد كبير وحاولنا نقيس المجال المغناطيسي في الخارج، فبكون المجال المغناطيسي يساوي الصفر. فبالتالي المجال المغناطيسي كلياته محصور جوية السولينويد. طبعا على أطراف السولينويد بيبدأ يطلع من عنده مجال مغناطيسي. فالطريقة أنه أحط أصابعي كليات مع التيار، يعني مثلا في هذه المنطقة داخله بالمنطقة الخارجية للخارج، في المنطقة هذه للخارج، في المنطقة هذه للداخل. فحط أصابعك بحيث يدخل بالجهة اليمين ويطلع من الجهة اليسار. الإبهام يشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي، إذن هذا هو اتجاه المجال المغناطيسي. خلينا نحسب قيمة المجال المغناطيسي الناتج. بدي أخذ حسب قانون أمبير، بدي أخذ مسار مغلق بي دوت دي اس يساوي ميو نوت مضروبة في اي. خلينا نفرض انه هذا السولينويد كله يحتوي على ان من اللفات، ان تيرنز، يعني كل هذا السلك اللي انتم شايفينه في عندنا كابيتال ان منه، وبدنا هسيات كونه المجال فقط في الداخل. خلينا ناخذ هذا المسار مثل مسار مربع. لاحظوا اتجاه بي، هذا اتجاه بي في المنطقة هذه، هذا اتجاه دي اس، فالزاوية بيناتهم 90 درجة، فبي دوت دي اس يساوي الصفر، إذا ملوش أي أهمية. هذه الجهة كذلك، هاي اتجاه البي واتجاه الدي اس بهذا الاتجاه، فالزاوية بيناتهم 90 درجة فبلغن بعضهم. في الخارج هنا في هذه المنطقة عندنا بي تساوي الصفر، فلما نقول بي دوت دي اس أو بي دوت اتش هذا عبارة عن الصفر ملوش أهمية. بطلع عندنا في الداخل، هذا في الداخل، هاي اتجاه البي وهاي اتجاه الدي اس، الزاوية بيناتهم الصفر، إذا مباشرة بقدر أقول بي في هذا الطول، وهذا الطول خلينا نسميه مثلا اتش، طول المسار اللي احنا أخذناه، يساوي ميو نوت. لكن قديش التيار اللي بمر؟ كل لفة سلك بمر بها تيار اي. إذا كان في عندنا ان منهم فبنقول ان في اي، فبالتالي بطلع عندنا بي يساوي ميو نوت في كابيتال ان في اي على اتش. اذا ان عدد السلك، العدد لفات السلك كله، واذا كان السلك كله طوله ال، اسف هنا، فنقدر نقول انه هنا على
على L، هذه الكمية N على، لو كانت على volume بنسميها number density، volume number density، على المساحة برضو بنسميها surface number density، على طول هي number density. إذن هذه بنسميها small n، عدد اللفات لكل وحدة طول، هذه n عدد اللفات، لفات السلك لكل وحدة طول. فبصير في عندنا b يساوي ميو نوت في small n في i. لاحظوا ال b ثابت constant، ال n ثابت والتيار ثابت، إذن هذا كلياته عبارة عن ثابت. إذن نستطيع الحصول على مجال مغناطيسي ثابت إذا بنعمل السولينويد. طبعا في طريقة أخرى نحصل على مجال مغناطيسي ثابت، الصفيحة. الصفيحة شيء عظيم، سواء حطينا عليها الشحنات ساكنة بتولد لنا مجال كهربائي، هذا المجال الكهربائي ثابت، أو إذا بحط عليه شحنات متحركة يعني تيار، هذا التيار بولد لنا مجال مغناطيسي. أيضا المجال المغناطيسي الناتج عن الصفيحة أيضا يونيفورم. لكن من أقوى الطرق إنه نحصل على مجال مغناطيسي ثابت اللي هو باستخدام السولينويد، واللي هو عبارة عن ميو نوت N في I، هذه قاعدة للحفظ. هنا كان مجرد أمثلة. الترويد لا يختلف عن السولينويد. السولينويد إذا تتذكروا قبل شوي حطيناه مثل قلم بلاستيكة وحطينا عليه، لفينا عليه مجموعة من الأسلاك، هذا بنسميه السولينويد. لو جينا لفيناه هذا كله كامل مثل على هيك، يعني عملناه دائرة بهذا الشكل ولفينا عليه أسلاك بس كلياتها بجنب بعضها، يعني هون لأنه راح يأخذ وقت كثير فخلينا نأخذ بقدي هذه، ونفرض التيار بهذا الشكل. أيضا هنا راح يولد لنا مجال مغناطيسي ثابت، خلينا نفرض أنه مثلا له نصف قطر داخلي ممكن يكون A ونصف قطر خارجي يكون B. فإذا بدي أوجد المجال في الداخل عند أي نقطة مثل R هنا، فالمجال كله راح ينحصر بحيث انه المجال راح يكون بهذا الاتجاه حسب اتجاه التيار الموجود، محصور دائما في الداخل. فبقدر استخدم قانون امبير، تكامل مغلق لبي دوت دي اس يساوي ميو نوت في اي انكلوزد. لكن اتجاه المسار اللي باخذه ايضا باخذ مسار دائري، اذا بي مع اتجاه اس، إذن B في الطول، وطوله هذا خلينا نفرض إنه قلنا على بعد R، إذن 2 باي R يساوي ميو نوت في I enclosed و I اللي هي N مضروبة في I، لأنه عدد اللفات N وكل لفة بمر بها تيار I. فبصير في عندنا B يساوي ميو نوت N في I على 2 باي R. وإذا كانت الـ A قريبة من B فأيضا هذه عبارة عن مجال مغناطيسي ثابت. بس أهم شيء بولد لنا مجال مغناطيسي ثابت اللي هو عبارة عن السولينويد. خلينا نعطي آخر موضوع في هذا الشابتر اللي هو التدفق المغناطيسي. التدفق المغناطيسي مثل التدفق الكهربائي. إذا بتتذكروا التدفق الكهربائي كان تكامل E dot dA يساوي، هذا كلياته سميناه التدفق الكهربائي، بنعطيه فاي سب اي. نفس الشيء هنا في عندنا التدفق المغناطيسي يساوي تكامل اي اسف بي دوت دي اي. وكان هنا اذا كانت حاله خاصه، اذا كان تكامل مغلق على اي دوت دي اي كان هذا يعطينا مقدار U enclosed على epsilon نوت. لكن هنا إذا بنأخذ مسار مغلق لبي dot dA هذا راح يعطينا الصفر، وهذا بنسميه قانون جاوس في المغناطيسية. طبعا ليش صفر؟ تخيل احنا قلنا الفرق ما الشاسع ما بين الكهرباء والمغناطيسية، في الكهرباء بنلاقي في عندنا الشحنة مثل كيو، لكن في المغناطيس دائما في عندنا قطب شمالي وقطب جنوبي. فإذا
اللي هو قلنا عنه مسميه ماجنتك دايبول، وإذا منحيطه بأي سيرفس موجود فعدد خطوط المجال المغناطيسي الخارجة هي تساوي عدد خطوط المجال المغناطيسي الداخلة، فبالتالي مباشرة نقدر نقول التدفق الكلي عبر مسار مغلق أو عبر سطح مغلق هو يساوي الصفر. هذا قانون جاوس. خلينا نعطي مثال آخر. خلينا نفرض أن في عندنا سلك لا نهائي الطول بيسري بيه تيار I، وبدنا نشوف قديش مقدار التدفق اللي عبر مثلا مستطيل. خلينا نفرض أنه هذا ببعد عنه مسافة D، وهنا العرض له A أو طوله A وعرضه B، وبنشوف التدفق. هنا ما بقدرش أقول مباشرة أنه B أنه فاي يساوي B دوت A. لاحظوا احنا التدفق المغناطيسي هو تكامل B دوت D A. فإذا كان في عندنا المجال ثابت فبقدر أطلعه خارج التكامل، فبنحصل على فاي يساوي B دوت تكامل D A اللي هي A، يعني B دوت A إذا كان المجال ثابت. لكن هنا المجال مختلف. لاحظوا المجال الناتج من تيار من سلك يسبه تيار I سلك لا نهائي كان B تساوي ميو نوت في I على 2 باي في البعد، وهذا البعد نسميه R. فخلينا نأخذ نقول بدل ما نوجد التدفق عبر AB كامل، خلينا نوجد التدفق عبر شيء بسيط مثل هيك، بحيث أنه لو كانت هاي المسافة X فبكون هذا عرضه كله عبارة عن dx، وقيمة المجال عند هذه النقطة هنا قيمة المجال هنا b يساوي ميو نوت في i على 2 باي في البعد، لكن البعد هو عبارة عن x. إذا صار عندنا فاي يساوي تكامل b دوت dA ويساوي تكامل B دوت. نشوف شو دي A هاي. دي A اللي ليها اللي هي الطول هذا كامل اللي هو small B في العرض اللي هو دي X. إذا في B دي X، وقلنا ال A هذه العمود عن المساحة، وكون هذا التيار I بهذه المنطقة راح يكون للداخل، في هذه المنطقة راح يكون للخارج. فلاحظوا العمودي على الصفيحة أو على المربع هذا يا إما للداخل أو للخارج، يعني الزاوية الصفر. فبالتالي فيش عندنا دوت برودكت، ولكن هاي بي بطلعها لبرا، لكن كابيتال، لكن بي مجال مغناطيسي هو عبارة عن ميو نوت في I over 2 باي X دي X. ونشوف X مول متغير، أقل قيمة لتكون تدفق ويبدأ من هذه النقطة اللي تبعد مسافة A لهذه، بظلوا ماشي حتى يصل لحديد هذه النقطة، هذه النقطة اللي هي بعدها D زائد A. إذن من D إلى D زائد A ويساوي ميو نوت I في B over 2 pi تكامل واحد على X لوغاريتم X، وبنكامل من D زائد A إلى D بنحصل على هذه العلاقة. خلينا كونه في ممكن واحد يجي يسأل سؤال، وسؤال منطقي يحكي انه نرجع للمثال نفسه، كان انه في عندنا هنا السلك يسري به تيار I، وهنا كان في عندنا مربع او مستطيل بحيث انه هاي المسافة يبعد مسافة D وعرضه A وطوله B، وأوجدنا التدفق اللي عبر هذه الصفيحة، والتدفق كنا بحاجة إلى الكامل لأنه المجال يتغير عند كل نقطة من النقاط. طيب لو فرضنا أنه هذا يسري به تيار I، خلينا نسمي هاي I1، وهذا هنا بيسري به تيار I2، وقلنا ما هي القوة المتبادلة ما بين السلك لا نهائي الطول اللي بيطلع منه I وما بين، لأنه لاحظوا هذا السلك في هذه المنطقة قلنا بولد مجال مغناطيسي للداخل قيمته B هي عبارة عن ميو نوت في I، لكن هنا I1 over 2 pi في المسافة، والمسافة
كل نقطة هاي المسافات قاعد بيقل قيمة المجال. فصار في عندنا سلك هنا، هاي الحلقة حلقة موجودة في مجال مغناطيسي ويسر بها تيار، إذا تتأثر بقوة. شو مقدار القوة الموجودة؟ خلينا نفرض أن مثلا هاي رقمها 1، هاي رقمها 2، هاي رقمها 3، وهاي 4، وبدي أشوف القوة المؤثرة على العروة، على الحلقة، F على اللوب كاملة قديش بتساوي. هذه بقدر أقول عنها بتساوي القوة المؤثرة على السلك رقم 1 زائد القوة المؤثرة على السلك رقم 2 زائد القوة المؤثرة على السلك رقم 3 زائد القوة المؤثرة على السلك رقم 4. وبما أن القوة متجه، إذن هذول كلهن لازم يكون متجهات. خلينا نشوف F1. لاحظوا السلك يسر به تيار I1، وهنا السلك يسر به تيار I2 بنفس الاتجاه. إذن مباشرة من القوة المتبادلة ما بين السلكين، هاي كانت عبارة، لاحظوا هنا المجال نفسه ثابت عند كل نقطة من النقاط، فهو كانت عبارة عن نيونوت في I1 I2 على 2 باي في المسافة، لكن المسافة عبارة عن D زائد A. ولو أن اتجاه هذه القوة، القوة كون المتنتين نفس الاتجاه، إذا القوة ما لها تجاذب، أو بقدر أقول كون المجال المغناطيسي هنا للداخل، فبضع الإبهام باتجاه مع اتجاه التيار، البي للداخل، لأنه في عندنا F يساوي I في L كروس B إذا متذكرين، فال الطول اللي هو عبارة عن B، و في عندنا B اللي هي نحسبها من هاي القاعدة، فقدرنا نصل للعلاقة. هذا اشتقيناها، لكن القوة لوين راح تكون؟ الإبهام إلى أعلى والأصابع للداخل، إذا القوة راح تكون براحة اليد، فهي بهذا الشكل. هذا الشكل اللي هو باتجاه محور السينات السالب. لو رحنا على F3، F3 نفس الشيء، قوة متبادلة ما بين السلكين، وقيمة المجال عند كل واحدة من هنا ثابتة، إذا تساوي ميو نوت في I1 في I2 على 2 باي في المسافة، لكن المسافة هي عبارة عن D، لكن لوين القوة؟ لاحظوا هاي اتجاه للداخل، هنا عندنا المجال للداخل، حط الإبهام مع اتجاه التيار، حط أصابعك للداخل، راحة اليد راح تكون في هذا الاتجاه. القوة F3 إذن باتجاه محور I. ظل علينا رقم 2 ورقم 3، هذه مرة ثانية هاي I1 هذه هنا D هذه A هذه B، وكان هذا عندنا اتجاه التيار. لاحظوا هنا المجال كله للداخل، فلو حسبنا قديش القوة على رقم 2 كاتجاه، حط صبعك الإبهام باتجاه التيار اللي هو لليسار بهذا الشكل، وعندك الأصابع للداخل، فراح هذا يتأثر بقوة إلى أسفل. هاي هي F2. لو جينا على الرابع نفس الشيء، حط الإبهام مع اتجاه التيار لليمين، وأصابعك للداخل، فراح يكون راحة اليد إلى أعلى. هاي F4، فراح يلغن بعضهم، لأنه كل واحدة لها نفس الشيء. لكن لو سألنا قديش مقدار F2، F2 قديش بتساوي، مع أنه إحنا بنعرف منذ الآن أنه F2 وF4 هذول يساوي الصفر، فبالتالي كل ما هنالك نبدأ نجمع هذول التنتين مع بعضهم. لكن لو بدنا نحسب F2 قديش، اللي هو في عندنا هاي السلك لا نهائي الطول، لاحظوا أنه قيمة المجال عند هذه النقطة تختلف عن قيمة المجال عند هاي النقطة، عن هاي النقطة، عن هاي النقطة، عن هاي النقطة. إذا خلينا نكتب نعملها بطريقة ثانية، هاي تيار I1 وعندنا هذه I2. لو فرضنا أنه أوجدنا المجال عند هذه النقطة اللي هي تبعد مسافة مقدارها X،
فقيمة المجال راح يكون بي تساوي ميو نوت في اي 1 على 2 باي في اكس. لكن احنا نعرف انه مقدار القوة بطلة تصير اي دي ال كروس بي، وانما طبعا الاتجاه حددناه بطلة تصير اي دي ال في بي، وانما بده يكون تكامل اي دي ال، لكن دي ال احنا بناخذ جزء بسيط مثل هيك اللي هي هذا الطول البسيط اللي هو بيكون عبارة عن دي اكس في اي في دي اكس مضروبة في بي، ويتغير من وين لوين قاعد، بتغير من هذه النقطة الاكس الى هذه النقطة، اذا من دي زائد اي الى دي. خلينا نمسح هذه المنطقة اللي هنا، نكمل على نفس الصفحة. فبدو يصير مقدار F2 هو عبارة عن تكامل من D زائد A إلى D في I في DX في B، لكن B عبارة عن ميو نوت في I آسف هنا I 2، والقوة الـ B كان عبارة عن ميو نوت في I 1 over 2 باي X في دي اكس، ويساوي ميو نوت اي 1 اي 2 اوفر 2 باي، وتكامل واحد على اكس اللي هي لن اكس فلن دي على دي زائد اي. طبعا سواء كانت دي زائد اي على دي او دي على دي زائد اي، الفرق بيناتهم ناقص واحد، يعني الفرق بيناتهم بالاتجاه فقط. فبنلاحظ انه النتيجة قريبة من نتيجة التدفق المغناطيسي. هذا التدفق المغناطيسي حقيقة هو عصب شابتر 31 اللي هو الشابتر الأخير اللي راح إن شاء الله نتحدث عنه قريبا. نراكم على خير قريبا.